إذا قيل لماذا العلماء يحذرون من الشرك ومن وسائله ويحرصون الناس في كل زمن؟ ما ترى عالما متبحرا في العلم الشرعي على معتقد أهل السنة والجماعة إلا وتراه عبر ما مضى من سنين؟ وأدركت هذا في شيخنا ابن باز رحمه الله، ما ألقى محاضرة أبدا إلا وفي مقدمتها يذكر التوحيد، وكذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، ما ترى أي عالم ممن عاصرناهم أو قبل ذلك مما نقرأ في كتبهم إلا وهم يهتمون بالتوحيد. لما؟ لأن التوحيد ببقائه بقاء الدين، وبذهابه ذهاب الدين ثم ذهاب الدنيا. وانظروا إلى قوم نوح، ماذا صنعوا بهؤلاء الصالحين؟ ونسي العلم، من جراء نسيان العلم ما الذي جرى؟ مع أنهم على التوحيد من 1000 سنة، لما نسي العلم وذهب أولئك الصالحون هنا عبدت من دون الله عز وجل. إذن الحرص على تعلم التوحيد.